نشرة وأخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. أهلا بك ياسر. أهلا بك بثينة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ بأهم العناوين. شكري يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر ويشارك باجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة حول تطورات أزمة سد النهضة. أمام الأمم المتحدة، مصر تحذر من خطورة إقامة السدود العملاقة على التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود. رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر. ونتابع معكم في نشرتنا الاقتصادية. وزير المالية يؤكد أن الموازنة الجديدة تهدف لتحسين أحوال المواطن المعيشية رغم ظروف كورونا. ومن العناوين إلى تفاصيل النشرة. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته لزيارة مصر في أقرب فرصة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الرسالة تضمنت كذلك إعراب الرئيس السيسي عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، كذلك تطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس، كذلك رغبة في تسوية كل المسائل العالقة في إطار ما نص عليه بيان العلا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن أمير دولة قطر قد طلب نقل تحياتي إلى الرئيس السيسي، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين. هذا وناقش وزير الخارجية مع أمير دولة قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز آلية التشاور والتنسيق. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إثيوبيا تسعى لفرض واقع جديد بخصوص مياه نهر النيل تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وأن ذلك الأمر لا يمكن القبول به. جاء ذلك خلال كلمة شكري في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة لبحث قضية سد النهضة. وحمل شكري أديس أبابا مسؤولية تعثر مفاوضات السد بسبب تعنتها ورفضها أي مبادرات ومقترحات لحل القضية، رغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررا جسيما. وأوضح وزير الخارجية أن الوساطة الإفريقية لم تسفر بعد عن النتائج المرجوة بسبب السعي الإثيوبي لإفشال كل الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشيء إلا لكسب الوقت. وذكر شكري أنه إزاء هذا التعنت الإثيوبي فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي يدعو مصر لعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية. هذا وقد شدد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدا أن الوزراء العرب طالبوا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة عاجلة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبية. نعم، من جانبه طالب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني باستمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة وضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدول الأخرى.
ما هو دور مجلس الأمن؟ هو لا يحيل الأمر فقط على مجلس الأمن، والرسالة المصرية والسودانية كانت واضحة بأن مجلس الأمن يتحمل مسؤولياته، ولكن بيطالب في القرار بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الوضع. السد على مصر والسودان لأنها قضية محورية الآن. وسؤالي طبعا هناك أيضا خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي مذكورة في القرار. نحن دائما ندعو إلى الحل بالطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي، ونتمنى انخراط الطرف الآخر وفق نفس القواعد وصولا إلى حل يرضي جميع الأطراف. السد على مصر والسودان لأنها قضية محورية الآن. وسؤالي هذا، وقد شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال الاجتماع الأول للجنة المعنية بالقدس والذي عقد في الدوحة، أكد شكري مواصلة الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة لتحقيق الهدوء والاستقرار المرجو، مشيرا إلى أن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لإعادة الإعمار والوفاء بالاحتياجات التنموية للأشقاء في فلسطين إنما تعكس التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية. وعلى هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، وتركز اللقاء على مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية. واتفق الوزيران على أهمية الدفع قدما بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. كما اتفق شكري ونظيرته الليبية على موعد زيارة لمصر في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وفي ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا. حذرت مصر من خطورة إقامة السدود العملاقة على التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، وبتشكيلها تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، فضلا عن تأثيرها السلبي على برامج التنمية وإنتاج الغذاء. نعم، جاء ذلك في كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر، والتي ألقاها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشكل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات ذات بعد عالمي، وتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة. لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية، وتؤكد على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، مكافحة التصحر، التغيرات المناخية، التنوع البيولوجي، مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه. وفي ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصنع لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وهو تابع لشركة مصر للصناعة والتجارة مينترا.
وأكد مدبولي خلال جولته بالمصنع أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتصل استثماراته إلى نحو 1 مليار جنيه. تعزيزا لدور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي، افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنعا لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وقام بجولة في أرجاء المصنع للتعرف على مراحل التصنيع المختلفة والقدرة التنافسية للمنتجات. جولة رئيس مجلس الوزراء شملت أقسام التطوير ومعمل الاختبار والنسيج، كما تفقد قسم ماكينات الإنتاج الثقيل وماكينات صناعة الأحذية ومحولات الكهرباء الجديدة بالمصنع بطاقة 10 ميجاوات. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي نماذج من المنتجات المعروضة مشيدا بجودتها وقدرتها على المنافسة العالمية. المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والقارة الإفريقية، ويقام على مساحة تبلغ 75,000 متر مسطح صناعي، وتصل استثماراته إلى نحو 1 مليار جنيه بتمويل ذاتي بنسبة 75%، ويبدأ بعمالة قوامها نحو 2500 عامل، مستهدفا تشغيل نحو 10,000 من الشباب المصري في المرحلة الأولى من التشغيل، كما يستهدف التصدير للأسواق الأمريكية والأوروبية والإفريقية بقيمة 100 مليون دولار مع اكتمال مراحل التصنيع. وعقب جولته بالمصنع استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول خطوات سير العمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر، حيث أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها 180 فدانا يخصص نسبة 55% من مساحتها لاستقبال المشروعات، وتبلغ نسبة إشغالها بالمشروعات في الوقت الحالي نحو 99%، وتضم المنطقة حاليا نحو 200 مشروع بحجم رؤوس أموال تبلغ 4 مليارات دولار. وفي ختام الجولة سجل الدكتور مصطفى مدبولي بعض الكلمات في سجل الزوار بالمصنع، أعرب فيها عن إشادته بما رآه من طاقات إنتاجية كبيرة بالمصنع. إيمان التوني، التلفزيون المصري. كذلك استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقائه مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مسجدات العمل في عدد من ملفات عمل الوزارة، خاصة ملف تأسيس وحدات الإسكان بديل العشوائيات في إطار السعي لخدمة الأهالي وتقديم مستويات عالية من التجهيزات والتأسيس. أشارت القباج إلى بدء العمل في تأسيس وحدات مشروع إسكان بديل للعشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر، ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع المنتجات وتأثيث الوحدات للمشروعات في غضون 3 أشهر. كما أشارت القباج إلى أنه سيتم العمل على تطوير الدور المخصصة لرعاية الأيتام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفي سياق آخر تم خلال اللقاء استعراض موقف المعارض، لا سيما معارض صناعة الأثاث في محافظة دمياط. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في توفير المناخ الجيد للاستثمار، وهناك ملفات يتم حسمها تباعا خلال اجتماعات مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع ماجد القصبي وزير التجارة والصناعة السعودي على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة. وأوضح مدبولي أن زيارة الوفد السعودي تأتي تعزيزا للعلاقات المتميزة بين البلدين، وأعرب مدبولي عن تطلعه لدفع علاقات التعاون بين صندوق الاستثمار السعودي والصندوق السيادي المصري. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة السعودي إن مصر فيها حراك إيجابي وبها تطور، وهناك جدية لحل المعوقات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا.
حاليا. نعم، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري. فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. وفي سياق متصل التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكنزي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. بحث وزير الداخلية محمود توفيق ووزير داخلية جمهورية جزر القمر محمد داود سبل الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية في دعم الكوادر الشرطية الجزر القمرية. نعم، وقد زار وزير داخلية جزر القمر عددا من المنشآت التدريبية والقطاعات الأمنية المصرية وأشاد بمستوى التطور الذي وصلت إليه. في إطار التعاون الأمني بين مصر وأشقائها الأفارقة، فقد استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد محمد داود وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب القمري في كافة المجالات الشرطية. بينما أعرب الوزير القمري عن اهتمام بلاده باستفادة الكوادر الشرطية القمرية من الخبرات الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وقام الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والقمر المتحدة تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين. وقد قام وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة بزيارة لأكاديمية الشرطة، استقبله خلالها قيادات الأكاديمية واطلع على منشآتها وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة، بخاصة مركز التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة والذي يطلع بعقد دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية. وزار المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام المنشأ حديثا لتدريب الكوادر الأمنية المحلية والدولية على عمليات حفظ السلام، كما شاهد جانبا من التدريبات العملية لطلبة كلية الشرطة على المهام الأمنية المتنوعة. الوزير القمري زار المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية الكبيرة لإثقال مهارات رجال الشرطة بما يؤهلهم لأداء أصعب المهام. تضمن برنامج زيارة وزير داخلية جمهورية القمر المتحدة قطاع الأمن العام
حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية فك لغز الجرائم المتنوعة. وفي ختام الزيارة أهدت وزارة الداخلية المصرية إلى وزارة داخلية جمهورية القمر المتحدة كمية من المساعدات التي تسهم في دعم الأجهزة الأمنية في جمهورية القمر المتحدة لأداء المهام الأمنية بها، وهو ما يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة في المجال الأمني، وانطلاقا من إيمانها بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة دول القارة. مشاهدينا متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع بعد قليل. وسط تحذيرات فلسطينية من انفجار الأوضاع، متطرفون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالأعلام بالقدس المحتلة. الرئيس الأمريكي بايدن يصل جنيف عشية قمة مرتقبة مع نظيره الروسي بوتين. خد بالك، فكر معايا وقول لي رايك، نغسل كده احسن ولا كده؟ ننظف العربيه بالطريقه دي ولا ننظفها كده؟ نسقي الزرع بالخرطوم ولا نسقيه كده؟ نتوضى بالكميه دي ولا نتوضى كده؟ طيب تحلق دقنك بكل الميه دي ولا كده؟ ضميرك هو الحكم، حافظ عليها تلاقيها. نظمت مجموعات إسرائيلية يمينية متطرفة ما وصف بمسيرة الأعلام بالقدس الشرقية المحتلة، واعتبر الفلسطينيون المسيرة بمثابة استفزاز، ونظموا يوم غضب في غزة والضفة الغربية ردا عليها. كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن تلك المسيرة، واستبق موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلند المسيرة ليدعو جميع الأطراف إلى التصرف بشكل مسؤول وتفادي الاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى جولة مواجهات جديدة. وصل رئيس الأمريكي جو بايدن إلى سويسرا عشية قمة مرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه من غير المتوقع الوصول إلى نتائج كبيرة خلال أول قمة لبايدن مع بوتين، كما توقع مراقبون أن تكون المحادثات صعبة بالنظر إلى الخلافات الأخيرة بينهما، ويرى المراقبون أن القمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين. ووصل بايدن إلى جنيف قادما من بروكسل، حيث جدد لقادة الاتحاد الأوروبي عزمه على إعطاء زخم جديد للعلاقات بين جانبي الأطلسي، وقال البيت الأبيض إن القمة الأوروبية الأمريكية خرجت بتعهدات للتعاون في مجموعة من القضايا العالمية، منها التعامل مع روسيا والصين وإيران، كذلك مكافحة جائحة كورونا وتغير المناخ. وأكد أن أوروبا هي الشريك الطبيعي لواشنطن، حيث يلتزمان بنفس المعايير ويربطهما المؤسسات الديمقراطية والتي تتعرض للهجوم بشكل متزايد. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 172 مسلحا من عناصر طالبان في سلسلة من العمليات الأمنية في جميع أنحاء البلاد. على صعيد آخر، قتل 4 من فرق التطعيم ضد شلل الأطفال، وأصيب 3 آخرون في سلسلة هجمات وقعت في ولاية نانانغهار شرقي أفغانستان.
قتل 15 شخصا على الأقل جراء هجوم انتحاري استهدف معسكرا للجيش الصومالي بالعاصمة مقديشو. وقالت مصادر عسكرية إن نحو 20 فردا قد أصيبوا جراء التفجير الانتحاري الذي وقع خارج معسكر للتدريب بالعاصمة. بمشاركة وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب، عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته 13 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق. نعم، حيث تم مناقشة مشروع جدول أعمال الدورة 51 والمقرر انعقادها غدا برئاسة السودان. انطلقت فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 13 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق، ومشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم الإشادة بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية خاصة في أحداث غزة الأخيرة. الإشادات دي بتوسع المجال للتعاون أكثر، والدور المصري مهم جدا طبعا، ولمسناه الأيام السابقة كلها وما قامت به في غزة من جهود لإعادة الأعمار، من جهود مجتمعية، كافة الأشياء دي. فإحنا بنأكد على الدور المصري، وده دور هام جدا. إحنا بنتكلم على فلسطين، فلسطين مش مجرد دولة إحنا بنتعامل معها، دول أهلينا وإحنا بنتعامل من المنطلق ده. كما تعلمون كان تمهيد لهذه الاجتماعات على مستوى اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وعرضت اليوم على المكتب التنفيذي، وكان هناك نقاش مستفيض حول كل القضايا التي تهم مستقبل الإعلام العربي وارتباطه بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها برئاسة السودان، وكذلك اعتماد التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام أعمال دورتها 95. عقد اليوم المكتب التنفيذي اجتماع الدورة 13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة جمهورية العراق، وحقيقة نوقش فيه عدد من المحاور كان أبرزها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. بحثت عدة مقترحات وسبل لتعظيم إيصال الرسائل، وسائل تعظيم إيصال الرسالة المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق شعبها للعالم ككل. الاجتماعات دي هامة جدا بالنسبة لنا كدول أعضاء وبالنسبة لكل الوزراء الإعلام العرب. أنت بتناقش بالمعنى الأصح المطبخ الخاص بكل الدول، بتتناقش في كافة الموضوعات المطروحة على الساحة، سواء موضوعات إعلامية، صحفية، مجتمعية، كافة الأشياء دي كلها بيتم المناقشة بيها وإصدار توصيات أو مقترحات بتبقى من خلال اللجان دي اللي هي بتعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب. تكتسب هذه الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهد القضية الفلسطينية، والتي تتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات انطلاقا من البند المتعلق بالاستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية. في ظل الأجواء السياسية والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، يبرز دور الإعلام العربي في توحيد الرؤى بين المجتمعات العربية تجاه العديد من القضايا المختلفة سواء على المستوى الدولي أو العربي. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المهندس صخر مروان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني والوفد المرافق لسيادته، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي. وقد اقترح الجانبان عمل إنتاج درامي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة التاريخ المصري والأردني ليكون وثيقة درامية متميزة تعكس عراقة الحضارة المصرية والأردنية من ثقافات وعادات وتقاليد أصيلة.
وقد أكد زين على تفعيل التعاون مع الجانب الأردني بما يحقق مردودا إيجابيا على الجانب المهني والاقتصادي، كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين. نواصل تقديم نشرة الأخبار. بحثت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مع نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز شانون هادر، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمصر في جنيف. بحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية، كما تم مناقشة توسيع نطاق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز في مصر وزيادة الدعم المالي والفني الموجه له، وكذلك دعم مصر في مجالات البحث العلمي لفيروس نقص المناعة البشري والدراسات الخاصة باكتشاف المصابين وتشجيعهم على الفحص وتلقي العلاج، بالإضافة إلى التوسع في برامج الوقاية من المرض. وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن مصر من الدول المنخفضة في معدلات الإصابة بالفيروس، كما أكدت التزام وزارة الصحة المصرية بأهداف التنمية المستدامة والتوافق مع الهدف العلمي المتمثل في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية بحلول عام 2030. كما التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مارك أدينغتون مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا على هامش زيارتها إلى جنيف، واستعرضت وزيرة الصحة جهود وخبرة مصر في القضاء على الملاريا في صعيد مصر وشمال السودان. كما ناقشت الوزيرة إمكانية الاستفادة من خبرة مصر في مكافحة الملاريا لتكون أحد الأذرع القوية للقضاء على المرض في دول حوض النيل وبحيرة فيكتوريا. كما بحث الجانبين سبل زيادة حصص المنح التمويلية المقدمة لمصر ودعم الأطقم الطبية والمستشفيات والبرامج البحثية، واستعرضت دكتورة هالة زايد خلال اللقاء أيضا الإنجازات التي حققتها مصر في مكافحة مرض السل، كذلك انخفاض معدلات الإصابة انخفاضا كبيرا مقارنة بالمعدلات العالمية نظرا لمجهودات التوعية، خاصة بعد تنفيذ حملة 100 مليون صحة من خلال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين. أيضا وخلال زيارتها لجنيف أجرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد محادثات مع أورليا نيجون المدير العام لمنصة كوفاكس التابع للتحالف الدولي للقاحات والأمصال بمقر البعثة الدائمة للأمم المتحدة. وأكدت زايد استقبال حوالي 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا خلال الأيام المقبلة، واستعداد مصر للتعاون مع كوفاكس ومختلف المصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية للمساهمة في تسريع توريد اللقاحات لمختلف الدول. كما استعرضت وزيرة الصحة الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا محليا، وتم خلال اللقاء أيضا بحث خطة التوريد العاجل لدفعات لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، وكذلك توريد الدفعات المستقبلية على مدار شهري يوليو وأغسطس المقبلين من خلال منصة كوفاكس. تواصل المراكز الطبية تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا، حيث وصلت هذه المراكز بعد تجهيزها إلى 400 مركز طبي بجميع المحافظات تيسيرا على المواطنين خلال عملية التطعيم. لنتابع. تواصل المراكز الطبية عملها لتطعيم المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، والتي تصل إلى أكثر من 400 مركز طبي بمحافظة مصر كافة كواحدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من المرض. عندنا التطعيم بالنوعين بتوع الأسترازينيكا والسينوفارم موجودين. طبعا هو المواطن لما بيجي أول حاجة بيدخل لنا على أوضة تسجيل البيانات، بنتأكد الأول إن الرسالة موجودة وإن هو فعلا مع حاجز على سيستم الوزارة، بعد كده بيدخل للطبيب يقول له الحالة المرضية بتاعته بحيث إن الدكتور في الآخر هو اللي يحدد إيه نوع الطعم المناسب ليه. طبعا يا بيت يكون اللي جاي أو الإنسان اللي جاي الطعم يكون معه كل الفحوصات الطبية كل وشتات بحيث إن أنا يساعدني إن أنا أخد القرار المناسب بالنسبة للتطعيم.
بعد كده بنبدا الخطوه الثانيه في اجراء التسجيل. كل بالبطاقه الشخصيه بنفتح بياناته على الجهاز، ورساله ان شاء الله طالما تبقى ساريه خلال 72 ساعه بنقوم بتسجيل بياناته، وبعد كده بياخد الكارت وبيدخل للطعام. التطعيم يتم وسط اجراءات احترازيه غير عاديه خلال عمليه التطعيم بين المواطنين كافه وفقا لمعايير الجوده والتوصيات التي اقرتها منظمه الصحه العالميه. بيدخل عندي وطبعا بيبقى لابس الماسك، وانا ببقى لابسه الواقيات الشخصيه بتاعتي والجوانتي، وبمسح مجهزه المكان ومسح الاسطح بالكحول، والسرنجه لكل مريض ليه سرنجه خاصه بيه. المواطنون اثنوا على الاجراءات الميسره لهم والتي تتم خلال عمليه التطعيم. حبيت احمي نفسي عشان خاطر عيالي وعشان خاطر بيتي، ولازم كلنا ناخدها عشان خاطر نحمي نفسنا ونحمي بلدنا. لازم الكل يجري عليها ولازم يشارك ويقدم فيها عشان ياخد التطعيم. طعمت وعشان اتعالج وما خايف من عامل القاروره والدنيا. اقبال المواطنين على التطعيم بلقاح فيروس كورونا يؤكد وعيهم الكامل باهميه التطعيم كاحد الاجراءات الاحترازيه التي اتخذتها الدوله المصريه لمواجهه المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، التلفزيون المصري. شهدت جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات حول عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية. ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا أن المعدلات التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل مؤخرا هي غير مسبوقة. نتابع. تفعيلا لدوره الرقابي ومتابعة أداء الحكومة، دار النقاش خلال جلسة مجلس النواب اليوم حول عدد من طلبات الأحاطة والأسئلة العامة تقدم بها النواب للحكومة ممثلة في وزير البترول، منها ما يتعلق بخطة الدولة في توصيل الغاز الطبيعي لمختلف محافظات الجمهورية وارتفاع تكاليف مقايسات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إلى جانب بيع وتوصيل الغاز بأسعار تجارية للمساجد والكنائس مخالفة للقانون. كما تطرقت طلبات الأحاطة إلى دور وزارة البترول في تنشيط عمليات البحث والتنقيب عن الثروة المعدنية بمدينة سفاجة بمحافظة البحر الأحمر، وأولوية أبناء المحافظات في العمل بشركات البترول الكائنة بمحافظتهم، وكذا تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية وعدم وجود نتائج ملموسة فيما يتعلق بمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول. احنا في سنة 15-16 و16-17 كنا بنستورد في السنة الواحدة ب2.5 مليار دولار غاز طبيعي مسال. النهاردة احنا ما بنستوردش، بل بالعكس احنا بنصدر. وفي معرض رده على طلبات الأحاطة أكد وزير البترول أن الوزارة وضعت خطة عمل استطاعت من خلالها توصيل الغاز الطبيعي ل6 ملايين وحدة سكنية، وهو رقم يعادل تقريبا ما تم توصيله للوحدات السكنية منذ عام 80 من القرن الماضي وحتى عام 2014. وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية كانت تستورد الغاز الطبيعي حتى عام 2017 ب2.5 مليار دولار كل عام، وبفضل جهود الدولة في البحث والتنقيب عن البترول ومشتقاته وتنميته حققت الدولة الاكتفاء الذاتي وباتت من الدول المصدرة للغاز الطبيعي. وبعد رد الوزير على طلبات النواب أحال رئيس المجلس المناقشات إلى اللجان المختصة. عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العامة الموجهة لوزير البترول كانت حاضرة لتكون محور النقاش خلال جلسة اليوم، نقاش زادت حدته أحيانا بين النواب من جانب والوزير المختص من جانب آخر، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب والهدف هو خدمة المواطنين. من مجلس النواب، محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية. وفي هذا الصدد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث إن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية. وأشارت الوزارة إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها سداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعليا. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة
تحرص على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على تعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد. وقد تلقى شعراوي تقريرا حول إجراءات تسليم الدفعة الثانية من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة والمجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين للعمل في 5 محافظات هي الغربية، أسيوط، قنا، بني سويف ومطروح. أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس السيسي قرر تخصيص ميزانية لدعم برنامج الرائدات الاجتماعيات والوصول بعددهن إلى 20,000 رائدة حاصلة على التابلت الخاص بها. البرنامج يقوم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواصلهم مع الأسر المصرية ووضع خريطة احتياجات وقاعدة بيانات تحتوي على جميع المشكلات المجتمعية ووضع الحلول السريعة والجذرية لها. لنتابع. خطوة أخرى على طريق حصر المشكلات التي يعاني منها المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها يتم حاليا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة أعداد الرائدات الاجتماعيات التي تجوب المحافظات والقرى لعقد لقاءات مباشرة مع أفراد الأسرة المصرية ووضع أيدي الدولة على نقاط الضعف في مجتمعهم. الرائدة هي سفيرة التضامن الاجتماعي في القرية والحقيقة وفي الحضر أيضا، لأن عندنا رائدات موجودين في الريف وفي الحضر. الرائدة لما بقول سفيرة هي تحمل جميع الرسائل الإيجابية والقضايا التي تعمل عليها وزارة التضامن، ولكن ليست فقط وزارة التضامن، تحمل أيضا رسائل صحية وتعليمية وخاصة بالزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية وأهمية صحة الأم والطفل والعمل على تشجيع الشباب على الالتحاق بفرصة عمل ومحو الأمية. الهدف الأكبر من برنامج الرائدات هو عمل خريطة للاحتياجات وقاعدة بيانات مجتمعية تحتوي على نوعية عمل الأسرة والأمراض المحيطة بهم، بجانب التوعية الدائمة للأزمات الحالية والمستقبلية التي تمر بها الدولة كالزيادة السكانية. شغالة تنظيم أسرة، شغالة مع الأسر مستفيدة تكافل وكرامة، معاقين، أرامل، مطلقات، شغالة مع برنامج تحت الفرص ده مع أولياء الأمور، سيدات أولياء الأمور المدارس المجتمعية. أنا بدأت أخذت تربية إيجابية وشغالة دلوقتي في مبادرة الألف يوم. الألف يوم دي بتبتدي بالرعاية من قبل ما الأم تحمل، تبتدي رعاية الجنين من أول يوم في الحمل لحد مدة سنتين. ويتكامل برنامج الرائدات الاجتماعيات مع برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرنامج وعي وبرنامج مودة واتنين كفاية، وهي البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي حتى يكملوا بعضهم البعض ويحققوا المرجو منهم. الرائدات الاجتماعيات مشروع مصري يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة والأسرة المصرية لنقل المشكلات التي يعاني منها المجتمع وترجمتها على أرض الواقع إلى حلول بالطبع تكلفتها أقل من تفاقمها. من وزارة التضامن الاجتماعي أحمد بكير للتلفزيون المصري. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الزميلة رانيا محمود. أخبار الاقتصاد في نشرة 8 مساء لحضراتكم وكل التحية. أكد وزير المالية محمد معيط أن الموازنة الجديدة هدفها تحسين أحوال المواطنين المعيشية على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي يعاني منها العالم بأكمله. وقال معيط إن الموازنة الجديدة توفر الدعم للمشروعات القومية التي تخدم حياة المواطنين، كاشفا عن وجود تخفيض في دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة أكثر بنحو 3 أضعاف من موازنة عام 2014 و2015 والتي كان العجز فيها يصل إلى 279 مليار جنيه. وأوضح معيط أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو بنحو 5.4%، مشيرا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 358 مليار جنيه، كما تم زيادة الأجور إلى
361 مليار جنيه، ورصد حافز يبلغ 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سوف ينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أكد وزير المالية محمد معيط سعي الوزارة لخلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية بما يتسق مع هذا التطور لدعم استراتيجية الوزارة في تحقيق خططها نحو التنمية. جاء ذلك خلال حضور وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بهدف تأهيل الكوادر الشابة بوزارة المالية لتولي المهام والمناصب القيادية وتنمية قدرات العاملين، بما يسهم في التطوير المستدام للسياسات المالية ويساعد في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية على نحو ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين. سجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية بختام تعاملات اليوم متأثرة بمبيعات الأفراد العرب والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأغلق المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 منخفضا بنحو 4.4% متخاليا عن مستوى 9900 نقطة. كما هبط المؤشران إي جي إكس 70 إي دبليو آي للأسهم الصغيرة وإي جي إكس 100 إي دبليو آي بنسب تراوحت بين 1.7% و 2%. أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تعد شراكة استراتيجية، حيث نفذت الحكومة العديد من برامج التعاون مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ومن بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحفل الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بمناسبة زيارة السفير إيب بيترسون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه، شهد وزيرا قطاع الأعمال العام والسياحة والآثار توقيع عقد تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات بمحافظة الجيزة، وذلك بالشراكة مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام. يستهدف التطوير الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالصوت والضوء وتحديثها بأفضل الوسائل التكنولوجية باعتبارها أحد المعالم التاريخية الهامة على الخريطة السياحية العالمية. 100 مليون جنيه التكلفة الإجمالية لعقد تطوير منطقة الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بين وزارة قطاع الأعمال العام وإحدى شركات القطاع الخاص، شهد توقيعها وزير قطاع الأعمال والسياحة والآثار ومحافظ الجيزة. احنا عندنا 5 مواقع للصوت والضوء من القاهرة لأبو سمبل، أهمهم قولا واحدا هو الأهرامات، والعرض بقاله فوق 50 سنة أو 60 سنة ما اتطورش، وكان جه معاد التطوير أخدنا وقت شوية في المناقصة، بس الحمد لله تمت الترسية على شركة أوراسكوم، واللي بشكرها على التقدم، لأنه أنا بعتقد أنه جزء من الموضوع مش بس مالي وإنما اهتمام بالثقافة واهتمام أنه الأفضل يقدم. العقد لمدة 15 سنة، شركة مصر صوت وضوء بتحصل على نسبة 17% من الإيراد بحد أدنى مضمون 36 مليون جنيه بيزيد سنويا. أهم حاجة في الموضوع ده إن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والمنطقة دي المحيطة، وفي نفس الوقت كمان إن الشركة القابضة بتطور فندق قصر مينا هاوس، فيبقى التلاتة علامة مميزة للحضارة المصرية. مشروع تطوير عروض الصوت والضوء يستهدف تحويله إلى منطقة ترفيهية بأحدث وسائل التكنولوجيا، فضلا عن وضع خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات بمناطق الزيارة وهضبة الأهرامات. مشروع التطوير بيشمل عرض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، سواء بقى من أجهزة البروجيكتور، أجهزة السمعيات، أجهزة الإضاءة، الإسقاطات، الليزر، السمعيات اللي موجودة، مناطق الخدمات المحيطة بالعرض نفسه، كل الأنشطة المصاحبة لعروض الصوت والضوء. في مكونات كتير في المشروع، فيها أماكن ترفيهية وفيها مطاعم وفيها كافيهات وفيها
ستيج جديدة وكراسي جديدة وطريقة أسلوب عرض، أهم حاجة أسلوب العرض والماكينات الحديثة اللي هتستخدم وهيتم تركيبها لإخراج العرض بالشكل اللائق بمصر. استراتيجية تنتهجها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها، فضلا عن تحسين إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، وبخاصة منطقة الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، والتي تعد أحد أهم الأماكن السياحية والأثرية التاريخية المهمة على الخريطة العالمية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب البلاد نهارا، أما ليلا فالطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل في الجنوب. أما الرياح فهي نشطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن سيناء فالطقس معتدل شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، ورياح نشطة، والبحر الأحمر وخليج سويس مضطرب، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بقية مدن ومحافظات مصر فهي كالآتي. نبدأ التوقعات من مدينة القاهرة غدا الأربعاء 20-32، الخميس 20 أيضا 32، وفي يوم الجمعة 21-33. في شرم الشيخ غدا الأربعاء 26-34، وفي يوم الخميس 26-35، وفي يوم الجمعة 27-37. وفي مدينة الأقصر يوم الأربعاء 25-38، وكذلك في يوم الخميس 25-38، وفي يوم الجمعة 25 والعظمى 39. وفي بقية مدن وحفظات مصر، في مدينة القاهرة 20-32، الإسكندرية 19-27، وفي دمياط 21-27، وفي بورسعيد 22-28، في العريش 20-29، في رفح 20-28، الإسماعيلية 19-33، وفي السويس 20-33. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية نشرة الأخبار، والآن مع أهم وأبرز العناوين. شكري يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر، ويشارك باجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة حول تطورات أزمة سد النهضة. أمام الأمم المتحدة، مصر تحذر من خطورة إقامة السدود العملاقة على التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود. رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية في المنطقة الحرة بمدينة نصر. قدمنا لحضرتكم نشرة الأخبار، شكرا على حسن المتابعة، ويمكنكم بالطبع متابعتنا عبر موقعنا مسبيرو.eg. شكرا لك بسينة، السلام عليكم ورحمة الله.